نحن اليوم بعلي. علي هي بالمخطط الحضري تبعها شكلها مثل الهل، بيربطها أدراج من كعب المدينة لأعلى نقطة فيها. نحن من تقريب شي سنة وبلغنا عن المشروع فعليا تغيير وجهة وهدم الدرج الواقع على شارع البسين يلي بيربط شارع البسين بشارع البساتين، وكنا توجهنا للبلدية للمهندس البلدية للمراجعة بهيدا الملف، وكان أكدوا لنا إنه هيدا المشروع ما رح يتم تنفيذه. من أسبوع تقريباً نحن نهار الأربعاء الماضي أبلغنا من قبل جيران إنه عم بيصير في أعمال هدم وتغيير لشكل هيدا الدرج. مسحت عليه بيطلع فيه لفوق، شوف كيف؟ كان في درج شلوه، شلوه عملوا طريق مشان قل سخبوا سيارات، بس شو طلعة؟ طلعة قوية قوية طلعة. قوية كتير قوية، أقوى طلعة بعلي. هي بتربط فعليا سكان المدينه بالسوق الرئيسي بسوق الخضره بمحطه القطار سابقا وبشارع البسين كمان يلي كان مشهور سابقا ويلي اعطى علي صفه عروسه المصايف. بدنا نزل على شارع البسين هناك بنروح قبل من برنامج السياره بخمس دقيقه بصير تحت الدرج، هي اهميه الدرج يعني بيوصل احياء بعضه. نحن كمان يعني جربنا نفهم من البلدية أكثر إنه هيدا الدرج ليش اليوم عم بيصير بهيدا الشكل، واللي قدرنا نفهمه من البلدية اليوم إنه هي عم بتقول إنه جزء من هيدا الدرج بيوقع بالملك العام وجزء تاني من هيدا الدرج بيوقع بالملك الخاص. وهون فعليا بينطرح موضوع أهمية الأملاك العامة والمساحات العامة والمنفعة العامة أمام الأملاك الخاصة والمصلحة الخاصة. يعني عندنا لما يكون في درج واقع بملك خاص بس عنده منفعة عامة، شو منبدي نحن اليوم؟ هل منبدي المصلحة الخاصة أم منبدي المصلحة العامة؟ شفنا فشعنا بس لغيرنا في شيء اسمه درج، طلبت أنا بالبنية العامة. نحن بعدنا لحد هلأ عم نطالب البلدية بوقف الأعمال بس بعدهم ما وقفوا الأعمال. امبارح توجهنا بكتاب للمديرية العامة للأثار وهني رح يكونوا عم بيتوجهوا بالأجل القريب جداً بكشف فني لهيدا الدرج بحد ذاته. التراث قديم وما بيشال التراث، معطيه جمال ورونق رهيب جداً يعني، وما بيتكرروا هذول. حتى لو هلق بنعمل درج جديد ما بيتكرر البناء تبعهم او النظافة العمار، هذا اثار قديمة واجرتهم غلط. بناء علي كمان رح نتابع كيف نقدر نحن نحمي كل الادراج تبع علي. يعني الطلب تبعنا نحن نضمن حماية كل الادراج، حماية كل المباني اللي عندها قيمة تراثية وارثية واللي هي كتير عديدة بعلي. فنحن هون امام ملف تراثي عنده قيمة اجتماعية، قيمة سكنية، قيمة معمارية هندسية، وهيدا هو يلي اليوم نحن عم نقوله، وهيدا هو يلي هو جدير بالحماية.